تحت رعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، انطلقت أعمال مؤتمر اليوم العالمي للسكري الذي يصادف 14 من شهر نوفمبر بتنظيم من شركة نوفو نورديسك. هذا المؤتمر جاء ليستعرض أحدث أساليب التشخيص والعلاج التي تقدمها البحرين لكافة المصابين بهذا المرض أو الفئة المعرضة للإصابة به، حيث شدد المتحدثون على أهمية تعزيز وعي المجتمع بمرض السكري ومضاعفاته وطرق الوقاية منه. جميع مرضى السكري بالتزامن مع اليوم العالمي لداء السكري، انطلقت أعمال مؤتمر اليوم العالمي للسكري بمواضيع وجلسات متنوعة تعكس الوعي بضرورة الاهتمام بمرضى السكري وتبادل الخبرات والتجارب التي تعكس أحدث أساليب التشخيص والعلاج والعمل على تقليص عدد المصابين سنوياً من خلال التعريف بأساليب التغذية الصحيحة وأهمية ممارسة الرياضة كنمط حياة. السكري مرض حقيقي منتشر في العالم ككل، منتشر في البحرين والمنطقة الخليجية، واحنا لازم يعني نتعامل معاه بجدية بحيث ان احنا نحاول نمنع حدوثه على قدر الامكان، واذا حدث نمنع مضاعفاته على قدر الامكان، وهذا اللي احنا نشتغله الحين دائما، خصوصا ان في بعد هاي شركة نوردكس هذه حقيقة يعني تشتغل في الموضوع، وهي اللي تنتج الانسولين يمكن اكبر كميه في العالم، ويعني موجوده في الدنمارك، وان شاء الله يعني هاي يكون دائما الجهود مستمره وحثيثه على اساس ان هذه دائما تحدي حق تحدي السكر. جميع العالم يحتفل باليوم العالمي لمرض السكري، والاحتفال بهذا اليوم احنا يعني نعنى في التوعيه فيه اكثر باهميه الاهتمام بالتشخيص علاج والتأهيل مثل هذا المرض اللي هو يعتبر من الأمراض غير السارية للبحرين عامة تهتم فيه وتوفر في جميع الخدمات. دائما ما تطرح في هذه المؤتمرات بعض البحوث الجديدة، ما تطور إليه العلاج الجديد سواء بالنسبة للتشخيص أو العلاجات المتوفرة أو بالنسبة حق التأهيل المرضى الناس اللي صار عندهم مضاعفات لا سمح الله. مواضيع متخصصة قدمها عدد من المتخصصون في مرض السكري ضمن جلسات المؤتمر، استعرضوا من خلالها كافة الطرق الحديثة التي من شأنها أن تسهم في التقليل من الإصابة بهذا المرض المزمن. احنا ملتزمين كشركة نوفو نورديسك اللي احنا نوفر أحدث العلاجات للمرضى المصابين بداء السكري، خصوصا للبحريني سيتيزنز الموجودين هنا في البحرين. ف احنا اوريدي في خطه احنا عاملينها مع الوزاره للتاكد في وجود كل الادويه الجديده اللي تبقى موجوده هنا، وبيتم مناقشتها في الفتره اللي فاتت وبيتم مناقشتها بعد كده في المؤتمر. علاجات متقدمه واساليب حديثه بدات مراكز العلاج في البحرين باعتمادها من اجل مواجهه هذا الداء المزمن وجعل المجتمع اكثر وعيا بطبيعه المرض ومضاعفاته وسبل تجنب الاصابه به قدر الامكان. اوراق عمل متنوعه طرحها المتحدثون في المؤتمر بحثت أهمية العمل على رفع مستوى الوعي حول تأثير داء السكري في المجتمع وتشجيع التشخيص المبكر لتجنب مضاعفاته، كما شدد المتحدثون على أهمية اتباع نمط حياة صحي لتجنب الإصابة بهذا المرض المزمن. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.